بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وصلتني مقاطع من واحد في الواتساب فيها تجميع لحال قبل وبعد، مثلا حال مجلس جديد ثم بعده مشهد وهو يحترق ويقولون أن هذا بسبب العين. فالتعليق السريع أن العين حق وهي ثابتة في شريعتنا الإسلامية، وبل حتى عند غيرنا من غير المسلمين. ولا ينكر العين إنكارا بالكلية إلا من خسر نفسه ووقعها في المهالك، مثل الذي يحذر من طريق فيه حفر فيسلكه مسرعا دون اكتراث فيقع في الضرر. عند أن المبالغة في التخوف من العين يحدث ضررا نفسيا أشد من العين نفسها. وديننا الحنيف ونبينا والقرآن الكريم قد نزلت فيه معوذات من شر شياطين الإنس والجن، وكذلك من شر الشيطان ومن عين الإنسان. فإذا ما قالها الإنسان وهي الأوراد الصباحية والمسائية فإن الله يعصمه من ضرر الشيطان وضرر عين الإنسان. ولا يعني العصمة هذه الأذكار عدم حصول الأذى، وإنما عدم حصول الضرر، وهنالك فرق بين الأذى والضرر. قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، فمعنى هذا أن الأذى غير الضرر. فقد تقرأ الورد الصباحي ثم يراك حاسد من الحسدة فيصيبك وينظرك بعين حاسد فيحصل لك الأذى، أي وقوع العين، ولكن ينتفع عنك ضرر العين فلا يأتيك شيء. مثلا إنسان قرأ ورده فإنه قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثم لدغته عقرب، فكيف تلدغه عقرب وهو قد قرأ الوردة؟ فيقال الجواب بأن الوردة يمنع الضرر ولا يمنع الأذى، فالأذى أن العقرب تلدغ هذا الذي قرأ ورده ولكنه لا يصيبه ضررها بعد اللدغ. وهذا تفصيل لا يهمك، الذي عليه المسلمون أن الوردة الصباحي والمسائي وغيرها من الأوراد مثل ورد قبل النوم وأوراد ركوب السيارة وأوراد الجلوس في مجلس منزل جديد وغيرها من الأوراد للتحصن المسلم، فإنها تمنع الضرر ولا تمنع الأذى.